حتما وجازمين سوف لن تكون الانتخابات الحالية القادمة مثل انتخابات 2014، فهذه بحد ذاتها نقلة نوعية يفتخر بها الجزائريون. الذي غاب شيء واحد وهو المؤسسة العسكرية، غابت هذه المرة عن صناعة الرئيس. الإصلاح هو يتعلق بإصلاحات سياسية على رأسها إصلاح الدستور أو تعديل الدستور، يعتمد في مرجعيته على 1 نوفمبر، ثم ندخل فيه إلى عديد من القطاعات الموجودة. نحافظ فيه عن الدولة، هو اقتصاد حر، ونحافظ على الدولة الاجتماعية، ونتطرق فيه لصلاحيات رئيس الجمهورية بالتقليصي، بحيث يكون نظام شبه رئاسي يمكن البرلمان أو السلطة التشريعية من أداء أدوارها كسلطة حقيقية وليست مؤسسة تابعة لكرسي منصب رئيس الجمهورية.